صباح لي مهني كلشي مزيان المهم كنتمنى تكونوا بخير نكملوا هاد البارتي هذه اللي كنت قلت لكم نشرح لكم فيديو يعني ما درناهاش في الشابيتر 3 اللي هي ديال لانتيريور دو لا تير اللي كنسميوها حنا فرماجة او لا كنقول ليها ستركتور انترن دو لا تير يعني كيفاش مكونه لنا هاد لا تير من الداخل اون جينيرال يعني كما عارفين كتنقسم لنا يعني لانتيريور دو لا تير كينقسم لنا ثلاثه ديال لي كوش نويو ومونتو وكروت نحاول نطراسيها لكم حد هنايا نويو حد هنايا اللي حد موهو هادي مونطو ام وهادي الفوق اللي هي السي لا كروت كنتمنى تكون واضحه ولكن يعني هادو اون جينيرال ولكن كل وحده كتنقسم لنا الا لاحظتوا هنايا هادي النويو اللي بالخضر كتنقسم لنا لجوج نويو انترن ما بيناش هادي نحاول نديرها بكولور اخر نكبروا شويه في لاطاي اوكي خوتي هذه اللي عندنا هنايا في هذه المنطقه حد هذا الخط هذا اللي هنا هذه من داك الخط لتحت هذه نوايو انتيرن وهذه نوايو اكسترن باينه شنو كيفصلنا بيناتهم كتفصلنا بيناتهم هذه الديسكونتينيتي اللي كتسمى الديسكونتينيتي ديال لي مان كتفصلنا بين نوايو اكسترن ونوايو انترن هاد نوايو انترن كتكون سوليد ونوايو اكسترن كتكون لنا سوليد ليكيد نوايو اكسترن ليكيد ونوايو انترن كتكون سوليد اوكي دابا غادي نمشيو ندوزو من نوايو نمشيو للمونطو المونطو كيمشي لنا من هنا حتى لهنا هاد المونطو هذا بينو بين نوايو كاين عندنا عاوتاني واحد ديسكونتينيتي كتسمى ديال غوتنبرغ هي هادي اللي بالاحمر باينه من هنا حتى لهاد هادي اللي بالاحمر هنا الموهو هذا كله مونطو ولكن كينقسم لنا المونطو كينقسم لنا لجوج مونطو نرسم لكم باش تجي باينه كتجي لنا لهذا من هنا حتى لهنا هذا هو مونطو انفيريور ومن هنا حتى لهنا مونطو سوبيريور في هاد البارتي الخضراء هادي اللي بالخضر زائد هادي اوكي هذا مونطو سوبيريور يعني المونطو سوبيريور كينقسم لنا لجوج اوكي خوتي دابا المونطو انفيريور راه باين لنا المونطو انفيريور هو هذا واضح ما فيه ما يتشرح غنمشيو دابا للمونطو المونطو سوبيريور هذا المونطو سوبيريور كينقسم لنا لجوج هاد البارتي هادي كي كتسمى استينوسفير الا لاحظتوا راه كاينه هنايا ها هي استينوسفير هي من هنا حتى لهاد الخط المتقطع وكتبقى لنا هاد البارتي كتبقى لنا هاد البارتي اللي بالخضر هادي اللي كتلاحظوا هادي هي البارتي سوبيريور ديال المونطو سوبيريور يعني المونطو سوبيريور كينقسم لنا لجوج الاستينوسفير زائد هاد البارتي سوبيريور ديالو حد موهو اوكي نساليو علينا دابا هاد المونطو ندوزو لاكروت هاد لاكروت هادي بينها لاكروت كتبدا لنا من هنا من هاد موهو بينها وبين المونطو كتفصل واحد ديسكونتينيتي كتسمى موهو كنتمنى تكون واضحه هاد ديسكونتينيتي ديال موهو من فوق منها عندنا لاكروت وهاد الكروت بدوره كتنقسم لنا لجوج كروت كونتينونتال وكروت اوسيانيك اللي هنايا هاد الكروت كونتينونتال كتكون سو لي كونتينون يعني تحت ملي كونتينون والكروت اوسيانيك كتكون تحت لي زوسيون ها هو لوسيون هذا اللي بالازرق تحت منه كروت اوسيانيك هذه اللي بالاخضر ولكن كاينه واحد الكوفيرتور سيديمونتير اولا كتسمى ايضا كروت سيديمونتير هادي عقلوا عليها سواء كروت سيديمونتير سواء كوفيرتور سيديمونتير هادي اللي بالاصفر كتكون فوق ما كتكون زعما تحت لي زوسيون صافي كتكون تحت لوسيون هما داك لي سيديمون ديال البحر لا كروت كما قلنا اوسيانيك بعدا سميتها سيما شنو هي سيما كانت السميه القديمه ديالها السميه القديمه قبل ما تسمى كروت اوسيانيك كانت سميتها سيما علاش كانت سميتها سيما حيت كانت غنيه بجوج ديال العناصر اللي هما غنكتبهم لكم هنا باش يجيو باينين اللي هما اس اي او ام ا هاد اس اي هي السيليس و ام ا هو المغنيسيوم داكشي علاش كانت تسمى سيما قديما وكاينه هاد السيال اللي هي الكروت كما كتشوفوا هنايا الكروت كونتينونتال فيها السيال كانت غنيه بالسيليس والالومنيوم داكشي علاش تسمى السيال قديما كنتمنى يكون واضح لكم الفرق بين الكروت كونتينونتال والكروت اوسيانيك كنتمنى المهم تكون واضحه اوكي كنظن دابا كلشي واضح بقات لنا هاد البارتي هادي سوبيريور من المونطو سوبيريور زائد لاكروت كامله كندوي على الكروت ما دويتش على الكروت كونتينونتال ولا الكروت اوسيانيك
هاد البارتي سوبيريور اللي بالخضر زائد الكروت كامله كيتسمى ليتوسفير. ليتوسفير كتكون من جوج الحوايج، البارتي سوبيريور المونتو سوبيريور زائد الكروت كامله. ولكن نفترضوا حنا عندنا غير هاد البارتي سوبيريور ديال المونتو سوبيريور زائد غير الكروت اوسيانيك، ما يبقاش سميتو ليتوسفير، غيولي سميتو ليتوسفير اوسيانيك. علاش؟ حيت فيه غير الكروت اوسيانيك ما فيهش الكروت كامله. ونفس الشيء هنايا، الا كانت عندنا الكروت كونتينونتال مع هاد البارتي سوبيريور ديال المونتو سوبيريور غيولي عندنا ليتوسفير كونتينونتال. علاش؟ حيت فيه غير الكروت كونتينونتال وما فيهش الكروت اوسيانيك. كنتمنى يكون واضح هاد الديفينيسيون. قلنا هنايا هاد الهيدروسفير والبيوسفير والاتموسفير. الاتموسفير راكم كلشي كتعرفوه، هو الجو، الغلاف الجوي. البيوسفير غادي نشرحوا البيوسفير والهيدروسفير بعدين نبداو بالهيدروسفير. الهيدروسفير هي لاكوش اللي كتجمع لنا المياه فين ما كانوا، يعني المياه ديال الويديان والمحيطات اكسترا، الماء اللي عندنا فوق الكره الارضيه كله داك فاش كنجمعوه كيعطينا واحد الكوش اللي كتسمى ديال الهيدروسفير. هيدروسفير كنتمنى يكون واضح. بقى لنا دابا غير البيوسفير. شنو هو البيوسفير؟ هو لاكوش اللي فيها جميع الكائنات الحيه. كنقول جميع الكائنات الحيه يعني الكائنات الحيه اللي كيعيشوا لنا في سطح الارض. نرسم هذا الشيء باش يبان لكم. اوكي غادي نبدلو لي كولور، نديرو الاحمر باش يجي باين، صغرو شويه لطاي. اوكي مثلا حنا الا جينا هنا لهاد لي كونتينو هنايا غادي نلقاو كائنات كيعيشوا لنا هنايا، وعندنا حوت اللي كيعيشنا وسط هذا المحيط هذا، وعندنا طيور اللي كيعيشوا لنا في الاتموسفير. يعني شنو هذا البيوسفير؟ هو هذا اللي كيجمعهم كاملين، الطبقه اللي كتجمع لنا الكائنات اللي عايشين في الهواء والكائنات اللي عايشين وسط الماء والكائنات اللي عايشين في لا سيرفاس دو لا تيغ. بحال دابا مثلا الا مشينا للحيوانات كنلقاوهم في الغابه رحنا في لا سيرفاس دو لا تيغ، ولكن الطيور كنلقاوهم في السماء في الاتموسفير، والحوت كنلقاوه في البحر. شنو هو هذا البيوسفير؟ هو اللي كيجمع لنا الكائنات الحيه كاملين اللي كاينين في الهواء واللي كاينين فوق سطح الارض واللي كاينين في الماء. كنتمنى يكون هذا الشيء واضح. اون جينيرال هذه هي الفيغور اللي كتهمكم. كنتمنى المهم نكون شرحتها بوضوح، وغادي نصيفط لكم دابا الفيديو هذا. المهم الا ما بغيتيش تصيفط ليا في الجروب دابا نعلمكم.